فريق الجيش الملكي يواصل حصد الأخطر واليابس في طريقه منذ رحيل المدرب البرتغالي غير المأسوف عليه، وهو يتسلق الدرجات عكس فريق المغرب التطواني الذي أضحت نتائجه تثير علامات استفهام كبيرة. المدرب الإسباني سيرخيو لوبيرا كان يمني النفس بسيناريو مشابه لما حدث في مسابقة كأس العرش، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. ندرك قيمة فريق الجيش الملكي الذي يعيش مرحلة صحوة كبيرة، لنا تجربة سابقة أمامه في كأس العرش وهي خير دليل، فاز علينا بميداننا وفزنا عليه بميدانه بأربعة أهداف مقابل هدفين. التاريخ كاد يعيد نفسه بعد أن اكتسح فريق المغرب التطواني التهديف منذ الدقيقة 29 بعد تمرير من الإسباني طاطو أسكنها ياسين الكحل شباك الحارس ياسين الحواصلي، ولم تكد تمر دقيقتين حتى أدرك العميد عبد الرحيم الشاكير التعادل من ضربة خطأ مباشرة، وهي بالمناسبة رابع ضربة خطأ يوقعها بنفس الطريقة. اللاعب نفسه كان وراء تمريرة الهدف الثاني لفريق الجيش الملكي، هو الذي حمل توقيع المهدي النغمي، وفي الوقت بدل الضائع عاد اللاعب نفسه ليوقع هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، هدف جعله يستعيد صدارة هداف البطولة الوطنية إلى جانب مراد باتنا. كان نحتل صدارة الهدافين لان كنت مديرونجي شويه بالعقد، كنت ما عرفتش يعني فين غنحط الوجهه. الحمد لله وقعت للفريق الجيش الملكي، وان شاء الله من هنا للامام ما كاين غير الاهداف والالقاب ان شاء الله. وفي الشوط الثاني نزل فريق الجيش الملكي بكل ثقله، وقاد المهدي النغمي هجمه مرتده وسدد نحو الشباك، حال القائم دون تسجيلها، الا ان الكره المرتده وجدت اللاعب البديل مشعب السفياني بالمرصاد ليوقع منها الهدف الرابع. ماشي الا كنت تسبق الفوز فاني كتستحق الفوز، خصك يعني حنا درنا اللي صعيب، استطعنا نسجلوا ولكن ما عندنا كيفاش نحافظوا عليها. يعني اخطاء بسيطه كانت يعني كيما شو يعني ملي كتسجل وصل الفرقه يبقى يعني كتله واحده كتدافع، بس راه كيفاش تحافظ على الهدف ديالك. يعني الفريق ديالنا اليوم يعني طحنا في اخطاء اللي كانت هي بسيطه، رغم ذلك فاللاعبين يعني قدموا مقابله في المستوى. فريق المغرب التطواني ناور بدوره وبحث عن فرصه لتقليص الفارق، وتأتى له ذلك عن طريق ياسين الكحل بعد تمريره مركزه من زيد كروش، ولم تكد تمضي 8 دقائق على دخول أيوب بن عدي أرضية الميدان بدلا من يوسف أنوار، حتى فاجأ الحارس محمد يوسفي بهدف رائع من تسديدة قوية. سبحان الله العظيم، قسم مثلا أنا ما كنتش يكون عندي إحساس قبل، الحمد لله دخلت في المقابلات ما وفقش الله، ولكن المقابلة كان عندي إحساس أنني نسجل هدف، والحمد لله سجل الهدف والهدف تنادي الأم ديالي الغالية عندي إن شاء الله. على بعد 4 دورات على نهاية البطولة الوطنية، أضحى فريق المغرب التطواني مطالبا بتصحيح أوضاعه، أما فريق الجيش الملكي الذي بات قريبا من الصدارة فتوسعت أطماعه بعد أن كان يعاني في ذيل الترتيب.